السلام ومرحبا بكم في الدورة 31 أيام قرطاج السينمائية. ما دامنا موجودين في مدينة الثقافة إجا نشوفوا لي جراند ستار نتاعنا مثقفين ولا تبعونا. شو معناها جي سي سي؟ أساسي؟ إي شو معناها؟ يعني أنت سنيت شنو تحب؟ أنا مش باهي هي نكتبوا جي سي سي. باهي جاوبني. راني باش نمشي ونخلي. لا ما تمشيش وتخلي. لا نعرفك تحبني وستويت بالبابيون عملناه ولا جاستوي البابيون نتاعي. إجا. راجلي ما يخليني. باهي جاوبني أنا كنت نسأل في الجماعة تو. سنيت أنا كنت نسأل شو معناها جي سي سي؟ شو؟ بابا سالو خليتك لا لا ما تبداش توشوش لها خلي دام مش نجيك شو معناها جي سي سي قول لي شو معناها جي سي لا انت اسكت بالخوش تو راه قدمت في المباراه وسان يا حمزه لا 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 جاوبني وينو حمزه وينو حمزه جوكير جوكير استعمل جوكير وينو حمزه دابا رقم قديش الحوار الحوار دابا قديش شو اسمه مدير مهرجان ايام قرطاج السينمائيه لا 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 عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف صح كيما نشوفوا فما الفيلم لافويت الهربه فما فيلم اخر يقولوا يشبه له اللي هو لاتاب الاوت للمخرج اللبناني اشرف حكيمي شنو انتظاراتك من الفيلم هذا ديجا مازلت ما تفرجتش فيه البارح كيف هما عرض خاص بالصحفيين بالغلط خاطر محضر في روحي باش تمشي تتفرج فيه ان شاء الله اكيد انتاج تونسي المخرج أنيس بن شويخة مرشح إنه يفوز هو بالعمل نتاعو في تاني الدور في تونس تاني الذهب شو تقول له هذا مخرج شاب عمره 25 سنة وأنت كيف شاب؟ 25 سنة عمره هاي يعني صراحة إشي جميل جدا أنيس يتفرج فيك أنيس بن شويخة شو تقول له؟ قل له أنيس بن شويخة وخاطر أنيس بن شويخة يعني صراحة أنا مبسوط جدا إنه في عمر 25 سنة احتمال تحقق هذا الإنجاز العظيم مخرج مونتريون أنا أكيد راك سمعت فيه ولا تاب اللوت موجود في البروجرام أوكي أكيد راك شفته أي شفته أنت الفيلم في البروجرام ما شاء الله أي في البروجرام بعطيك شفته أكيد راك قريت اسمه أندري أونانا قريت اسمه مي ما شفتش يعني فيلم ما نجمش نحكم أنا كيك التنشيط اليوم باش تكون موجودة فيه سميرة مقروح وسامي بن نور لكن في الاختتام باش يكون موجود ماريو بالوتيلي علاش ما نكملوش بهم الزوز معناها انت تشوف هما الزوز ما ينجحوش معناها علاش نحاوهم في الكلوتور بوتيتر بور فير لا ديفيرونس بوتيتر باش تكون فما حاجه جديده تصير في جوستيس شوف انت جابرييل باتيستوتا معناتها السيد شطار ارجنتيني وشطار فرنساوي يجي لتونس باش هو يقدم الاختتام علاش مش خنشوفوا التوانسه علاش مش سميره مقرون وعلاش سميره مقرون كهو فما بيد اخرى زاد نجم تقدم معناها انت مع انه يجيبوا جابرييل باتيستوتا في الاختتام انا مع انه تونس تخرج في شكل مشرف جابرييل باتيستوتا اللي باش يقدم الاختتام يتفرج فيك شنو تقول له؟ قول له ربي معاك ربي يقف ويعطيك الصحة اللي انت جيت بحذينا لهوني لتونس في الكورونا وجبت لنا الكوفيد معاك نتصور فما الفيلم لافويت تاع غازي الزغباني مرشح باش يفوز بالتاني الدور ما فماش تاني الدور قبيله قلت لك جي سي سي قلت لي شو معناها جي سي سي؟ جورني دو سينما جرافي لا لا سينما شو فما جورني وديك الكلمه طويله هذيك سينما دور الكاميرا لا ما ندورش هكا على جورني باهي فناخذوها بالقفاه جورني اهلا باتيستوتا صافا خويا هكا عندك الكلوتور اي باش تنصت انت الكلوتور نتاع جي سي سي الي هذيك السينما جرافيك تاع مريم بن مونيهم اللي قالت عليها اي يعيشك هاي ملتقانا في الكلوتور نعم بوزين سلم على زانيتي تشاو خل نكمل لك اخر سؤال يقولوا على التوانسة مظوي وعلى البراني خل نكمل لك خل نكمل لك سيرت في السؤال يعيشك ميرسي وعندك لمبوبة هذيا فما واحدة منها تحرقت راهو ما تحرقت راهو